صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الأئمة يقرأ القرآن برواية تخالف الرواية السائدة في البلاد، فهل يجوز ذلك؟ هذا ممنوع، هذا ممنوع، صادر فيه فتوى من اللجنة الدائمة بأن الإمام يقرأ بالقراءة المستعملة في البلد ولا يقرأ بقراءة أخرى لأنه يشوش على الناس، هذا إذا كان إماما. أما إذا كان يصلي وحده فلا بأس يقرأ بأي قراءة يريد، إذا كان يصلي وحده يقرأ بأي قراءة يريد. أما إذا كان يصلي بالناس إمام مسجد أو أنه خلفه الإمام يصلي بالمسجد فلا يقرأ، أو أنه ما حضر الإمام تقدم يصلي بالناس يصلي بقراءة البلد، وإلا لا يصلي، خلي واحد غيره يصلي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة إذا كان هو ما يحسن القراءة التي عليها البلد لا يتقدم بالناس، شوش عليهم. نعم.